ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع صفقات الملكيات الخاصة أو برايفت إكويتي، حيث لم تتجاوز قيمة هذه الصفقات عالميا 20 مليار دولار منذ بداية العام، وهي القيمة الأقل منذ العام 2002. هذا يقارب مع عمليات بقيمة أو يقارن عفوا مع عمليات بقيمة تقترب من 43 مليار دولار العام الماضي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا في استوديو السيد يوسف حيدر، وهو الشريك والمدير التنفيذي في تي في ام كابيتال هيلث بارتنرز. أهلا وسهلا بك يوسف. يوسف، كيف ممكن تفسير هذه البداية الضعيفة جدا لصفقات الملكيات الخاصة؟ إذا منطلع بس على الكام سنة لسنة 2014 منشوف في عوامل كتير كانت إيجابية بهالقطاع، أهم كان توافر الدين بكلفة قليلة، وكان في فائض بالصناديق الاستثمارية عالميا، وكان في تفاؤل نسبي كمان بالسوق الأمريكي، أدى لعملية دفع كبيرة بهالقطاع. 2014 بالذات كانت سنة التخارج، كمية التخارج صارت بالسنة تبلغ 450 مليار دولار، كانت أكبر سنة تخارج بتقريبا آخر 15 سنة من بالبرايفت إكويتي سيكتور. في شوية عوامل حصلت آخر سنة كمان أدت لممكن يصير إنه سلو داون بالسيكتور بالسنة الجاية. أولا كان الانكريز بالاسيت برايسز اللي كانت ريزلت اوف هذا الكوانتيتيف كوانتيتيف ايزنج. من جهه ثانيه الكوست اوف ذات عم بيقولوا حيزيد بالفتره الجايه، سو في توقعات انه الانترست ريتس بدها تزيد. الفيدرال ريزيرف عمل ايكوشن نوت من كم شهر بيعمل ليميت او كاب على كميه الديون اللي ممكن تاخذها البرايفت اكويتي فاندز لتعمل عمليه استحواذ، والكاب كان على ست مرات ارباح الشركات. وفي اوروبا بالذات عوامل هيكليه ضعيفه، وبشرق اوروبا عوامل امنيه كمان، يعني كل هالعوامل مع بعضها ممكن تاثر بالفتره الجايه، وبلشت تاثر باول 2015 على نضوج هالقطاع عالميا. هل هذا ينطبق على المنطقه ايضا؟ بالمنطقه هون نحن براينا انه في عوامل ثانيه حتادي للجروث بالسكتر يضلوا ينمى بالفتره الجايه. اذا بنطلع على سنه 2014 بالذات، سنة 2014 كمية الاستحواذات اللي صارت بالمنطقة كانت 6.6 مليار دولار، اللي هو مبلغ كتير كبير مقارنة مع 2013 كان 140 مليون. والمميز فيها أنه في صناديق استثمار عالمية خمسة منها عملت استحواذات بهالمنطقة، منها كي كي آر وبلاكستون وغيرهم، اللي هو ترند كتير مشجع وبيفرجي أنه في ثقة كبيرة بالأسواق عنا. من جهة تانية، من جهة الصناديق المحلية، 8 صناديق قامت برفع 2 مليار دولار من أصول بسنة 2014، اللي كمان بتعطي دفع لهالسوق. سو برأينا نحن العوامل هيدي بتعطي إشارات كتير إيجابية إنه الجروث بروسبكتس بهالمنطقة كتير منيح، وكمية الفاليو تبع الأصول بهالمنطقة كتير معقولة. بأي دول أنتوا شايفين بوتنشل حالياً؟ يعني هالصفقات ربما من ضمن صفقات في مصر، صح؟ بعد الهدوء السياسي هناك أو الاستقرار السياسي النسبي، هل تنظرون الآن إلى السوق المصرية وأين هي الفرص برأيكم غير مصر؟ الأسواق الثلاثة الأساسية نحن برأينا هي السوق المصري، السوق السعودي، والسوق الإماراتي، وهي هالأسواق اللي نحن استثمرنا فيها. حتى بالسوق المصري كملنا استثمارنا الخامس بديسمبر سنة الماضية مع شراء شركة أميكو ميديكال إندستريز اللي بتعمل قساطر. سو برأينا الأسواق الأساسية بهالمنطقة كانت ما زالت وحتضلها هالأسواق الثلاثة، هي الأسواق اللي حصير فيها دفع. من جهة السكترز اللي بنلاقي فيها بوتنشل هي السكترز الدفاعية، اللي هي آخر كم سنة كانت الربح الأكبر من جهة النمو عشان تمشي أكثر شيء على النمو السكاني، ومن جهة استقطاب الاستثمارات الخاصة. يعني قطاع الهيلث كير سيرفيسز محل ما نحن بنستثمر أكثر شيء، استقطب 50 استثمار بأربع سنين اللي فاتوا، منهم خمس استثمارات نحن أكملناهم. سو هيلث كير، وما هي القطاعات الأخرى الدفاعية؟ إديوكيشن وفود، those are the three main sectors. يعني التعليم وأيضا قطاع الأغذية. الأغذية. طيب بالهيلث كير تحديدا، يعني لماذا الاستثمار هناك بقطاع الصحة؟ ما هو يعني ما هو أداء الصناديق لديكم؟ ما هو العائد المتوقع من هذا الاستثمار؟ نحن عملنا أول، نحن كشركة قلنا 30 سنة بنستثمر في القطاع، عملنا 140 استثمار وي ديبلويد 1.4 بليون دولار بهالقطاع عبر 30 سنة بأوروبا وبأمريكا. بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتدينا من خمس سنين، عملنا خمس استثمارات لليوم. التارجت ريتيرن تبعنا هو 25% العائد السنوي تبعها. الاستثمارات اللي عملنا ثلاث استثمارات بقطاع الرعاية الصحية طويلة الأجل، والقطاع الرعاية الصحية المنزلية،
بروفيتا منزل وكامبريدج ميديكال، وقدرنا نستقطب شركات من مستشفيات هارفارد ميديكال للمنطقة. عملنا استثمار بقطاع الاي في اف اللي هو التخصيب الصناعي مع شركة بورن هول، وعملنا الاستثمار الأخير مع شركة أميكو. والسبب الأساسي للدفع اللي عم بيصير هو تزايد السكاني، في دايناميزم جديدة بالريجوليشن واللايسنسينج عم تقدر تفتح هالمجال. الحكومات هي كانت الأساس باستثمار بهالقطاع، هذا الشيء تغير شوي، صار القطاع الخاص عم يفوت أكتر، عم يستثمر أكتر، والبرايفت اكويتي از ا سيكتور از ا كاتاليست فور برايفت سيكتور انفستمنتس. شكرا لك يوسف حيدر الشريك والمدير التنفيذي في تي في ام كابيتال هيلث بارتنرز. شكرا جزيلا لك. ثانك يو فور هافينج مي. مشاهدينا ناخذ وقفة مع فاصل، نتابع من بعده الأسواق العربية، وفيها بدأ تداول سهم إيديتا في البورصة المصرية.